بدلت السماء زرقتها رمادا قبالة الشواطئ السياحية في منظر أثار رعب القادمين من بعيد. Au nord de Béjaïa, et comme vous voyez là derrière, c'est le feu. On a été réveillés en pleine nuit. تقطعت الأنفاس برهة وتسارعت كاتمة صوتا شهد اشتعال ألسنة النيران في كل من جيجل، بجاية، الطارف والولايات المجاورة. المسافة التي قطعتها العائلة هروبا وفزعا قطعها أبطال الجيش الوطني الشعبي عكسا للذود عن المواطنين العزل والدخول وسط اللهيب بصدر عار متسلحين بصفة الحامي ليعلن عن استشهاد عشرة من الأشاوس. أربعة وعشرون مدنيا عرفوا نفس المصير والنهاية ليزفوا شهداء من بيوت سقطت دعاماتها وساكنوها دون سابق إنذار. أما أعوان الحماية فوجهوا خرطوم الحياة في وجه لهيب لا يعرف الرحمة أهلك الحرث والنسل. مياه العزم بللت رؤوس الرجال الذين اتحدوا لإطفاء النيران ومداوة جراح مدن خلت ديارها وما بها معمور. صور تحكي معاناة المتضررين في 48 ساعة ستظل محفورة إلى الأبد في ذاكرة من عاشها. أما الجيش والحماية فوجهان لعملة تشع فخرا.